دلوقتي يا رجاله احنا مطلوب مننا ان احنا محور. نعمل محور، وده مش شيء صعب بالنسبه لنا، ان احنا مش اول مره نعمل محاور. احنا عندنا مشكله واحده بس في الطرق السريعه اللي بنبنيها، الحوادث. في حوادث كتير بتحصل بسبب سرعه السيارات وعبور المشاة اللي بيعدوا في اي وقت. فطبعا النوع الاولاني من الحوادث ان العربيات بتبقى بتجري بسرعه فتعمل حادثه، وده مش هنقدر نتحكم فيه. لكن نقدر نتحكم في النوع التاني من الحوادث، وهو عبور المشاة. الطريقه بتاعتي ان احنا هنبني كوبري علشان عبور المشاة يعدوا من عليه وما يضطروش يعدوا من الشارع الطريق السريع وما يعملوش حوادث. ولكن احنا الكوبري دوت هنعمله 3 ادوار. ممكن حد يجي يسالني ليه لازم نعمله 3 ادوار؟ احنا اقل حاجه ممكن نعملها 3 ادوار، لان لو عدت تريلا وعربيه كبيره وكان الكوبري اقل من كده العربية هتخبط فيه. وطبعا زي ما انتم عارفين الكوبري لازم ياخد كمية مهولة من الحديد، ولازم نجيب مهندس عشان يصممه عشان يبقى شكله جميل في وسط الطريق. سيدي تفضل، ما رأيك بعمل اشارة مرور حتى تتوقف السيارات ويكون هناك فرصة لعبور عبور المشاة؟ وبهذه الطريقة سوف نتحكم في المشكلتين، في مشكلة عبور المشاة وسرعة السيارات. افهم اللي انت بتقوله دوت انك بتعترض على قراراتي كرئيس للمنظمة ديت، وعامل انك عندك افكار وجامد وكده، صح؟ يا سيدي انا لم اقصد. انت مرفوض، اطلع بره.